يقول السائل، يقول: هل يسجد الإمام للسهو قبل السلام إذا كان فرض سجوده إنما يكون بعد السلام، وذلك منعا للتشويش على المصلين؟ يا أخوان، سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام مطلقا، ما في تفصيل، يجوز. ولكن الأفضل، الأفضل أنه إذا كان عن نقص يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. نعم.